اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره النجم ياسر الشناواني. ازيك يا ياسر؟ الله يخليك يا اسلام. مبارك يا عبد الله على السلامه. الله يسلمك. وحشني جدا. انت اللي وحشني جدا، واحنا طبعا عشره عمر سنين طبعا كتير يعني من اسكندريه ومن الاولمبيه لغايه مش دلوقتي. كم سنه عشان ما نكبرش بعض. ربنا يكرمك. انا سعيد اكون معاكم ولي الشرف ان اكون على قناه النادي الاهلي. طبعا ربنا يخليك يا ياسر. انا عايز ابدا الحقيقه بالكلام اللي لسه كنت بتكلم عنه، محمد صلاح وضعه ايه في انجلترا؟ والله ياسر عايش في انجلترا فبيقول لنا يعني محمد صلاح وضعه في انجلترا مش عارف اقول ليه، يعني كلمه ايقونه شويه عليه يعني فعلا يعني بصراحه يعني حاجه كفايه ان انت تكون كمصري اي حد يتكلم معاك بصرف النظر بقى ان يعرف انك ليك علاقه بالكوره ولا مالكش علاقه بالكوره، لكن اول ما تقول ان انت مصري فاول حاجه يقول لك مو صلاح. فدي اول حاجه يعني ايقونه الناس كلها بتحبه، الناس كلها بتحترمه، كل الناس سواء مشجعين ليفربول او مشجعين اي نادي في البريمير ليج. فعلا بالظبط كلهم بصرف النظر بقى مشجع ارسنال مشجع سيتي كله بيحب حاجه صلاح. تخلي الناس تكرهه يعني؟ لا خالص هو لعيب كويس جدا طبعا، ولعيب كويس ايه كلمه كويس دي شويه كلمه رائع جدا، الارقام اللي بيحطمها، البطولات اللي عملها مع ليفربول، الاسم اللي عمله يعني ما شاء الله عليه، عمل لنفسه اسم كبير جدا وعمل لمصر كمان كتير جدا، اسم مصر دلوقتي بيتردد دايما كل مره مع وجود صلاح، مع كل هدف بيحرزه صلاح. احنا شفنا دلوقتي صلاح دلوقتي احرز 150 هدف يعني في 5 سنين يعني بمعدل كل سنه 30 هدف. فدي في حد ذاتها حاجه قويه جدا. كل الناس اللي بتتكلم عن صلاح سواء مشجعين سواء ليجند سواء ليفربول او كل اللعيبه العالميين في البريمير ليج او على مستوى العالم كله بيتكلم ان بيقول ان صلاح دلوقتي احسن لعيب في العالم. فدي في حد ذاتها حاجه تدعو للفخر لنفسه ولينا وكلنا كمصريين. تمام، لكن ودي شهاده انا دايما احب اتكلم عنها للجيل اللي بيسمعك طبعا وللجيل اللي شايف محمد. هل هناك فارق ما بين محمد صلاح من 5 سنوات؟ انا بتكلم في التواضع وفي لان انت دايما معايا وبتشوفه يعني. هل هناك فارق ما بين محمد من 5 سنين ودلوقتي؟ يعني في السمات الشخصيه ولا في العموم؟ السمات الشخصيه لا خالص، ما فيش تغيير خالص. هم كلهم بصراحه يعني دي الحاجه اللي بتعجبني ودايما بقولها في كل حته، ان هم كل المحترفين سواء صلاح سواء النني سواء تريزيجيه سواء حجازي لما كان موجود في ويست بروميج كلهم بصراحه منتهى التواضع منتهى الاخلاق. فدي دي اللي بتحبب الناس فيهم اكتر. يعني الجمهور الانجليزي دايما بيحب دايما يعني جمهور ذواق وفي نفس الوقت بيقدر يلمح اللي يلاقيه. مثلا يعني انا بشوف بحكم شغلي فبقابل لعيبه كتير عالميين فبشوف الناس بيبقى رد فعلها ازاي، ده يقول لك لا ده مناخيره في السماء، ده كويس. ايوه ما ده اللي انا عايز اوصله للجيل ده بالظبط. لكن هم انا متهيألي ان لو في رساله نقدر نوصلها للجيل ان فعلا من ضمن عوامل النجاح يعني من اهم عوامل النجاح هو التواضع، فهم كلهم متواضعين جدا، يمشوا في الشارع كل الناس بتحبهم، كل الناس بتتصور معاهم، بيقفوا يصوروا بياخدوا تليفونات الناس ويعملوا سيلفي. فبصراحه يعني دي حاجه تحسب ليهم لان هم فعلا رفعوا اسم مصر، ودي بتبين كمان ان احنا ازاي كعرب كمصريين متواضعين ازاي يعني. فدي انا لسه كنت بتكلم عن تقارير من التقارير اللي موجوده في الصحف الانجليزيه كانت بتتكلم عن فارق محمد صلاح موجود او مش موجود وعقود الرعايه اللي بتحصل، هل ده حقيقي؟ طبعا حقيقي موجود صلاح عندكم يعني في الشركه اعتقد الموضوع ده ممكن يبان اكتر يعني بالظبط طبعا لان صلاح دايما يعني احنا شايفين دلوقتي. هل صلاح لما جه اول ما جه يلعب في البريمير ليج تشيلسي هل هو صلاح بتاع ليفربول؟ لا طبعا كان في مراحل في حياته، المراحل دي ان هو مشي من تشيلسي مش هنقول ما فيش توفيق لكن ما كانش فيه فرصه في تشيلسي فراح وراح على ايطاليا فرنتينا ومن فرنتينا لروما ومن روما راجع لليفربول بقى كده. صلاح اول ما جه كان انا فاكر كويس قوي ان كان رئيس ليفربول كان بيقول انا ما ادفعش 40 مليون ولا 42 مليون في لعيب مصري. فسبحان الله دلوقتي شوف مستوى صلاح عمل ازاي، لكن ده بيجي لايه؟ نتيجه لان واحد تعب واجتهد واشتغل على نفسه ووصل لدرجه الاحتراف العاليه دي وهو وكل اللاعبين المحترفين. فتاثير صلاح في ليفربول طبعا كبير جدا سواء بالارقام سواء بالاحصائيات اللي عملها سواء بالعائد المادي على ليفربول. فطبعا وجود صلاح لازم يعلي كل مبيعات ليفربول ويعلي الاسعار، لكن ان صلاح يمشي من ليفربول اكيد الحاجات دي هتاثر برضه. الاقرب لايه يا ياسر؟ يعني الدنيا رايحه لفين؟ كل يوم بنسمع خبر جديد، كل يوم بنسمع ان محمد مش مكمل، محمد مكمل، اصله طالب كتير، اصله طالب قليل. لا هو موضوع ان هو طالب كتير او طالب قليل دي يعني المفروض ان محدش يقول ان هو طالب كتير لان صلاح اللي بيطلبه مش كتير عليه عشان بيتكلموا على السن يعني بالظبط يستحق قوي. لكن هو دلوقتي احنا دايما بنقول ان ليفربول واقع ما بين نقطتين، النقطه الاولانيه ان الجمهور ضاغط عليهم جدا لان هم الجمهور مش هيقبل ان صلاح يمشي خالص
بالإضافة لأن ليفربول النقطة الثانية إن هم مش عايزين يوافقوا لصلاح على المبالغ اللي هو عايزها ولا مبالغ كبيرة، لأن هيخلوا لعيبة زي فان دايك زي ماني زي أرنولد كل فيرمينيو كله هيطلب إن هو الأسعار تبقى، فهيعلوا سقف العائد المادي. هم لو بيعملوا زي محمد ما عنديش مشكله طبعا، ان محمد للسنه الثالثه او الرابعه التوالي هو حتى الان هو هداف الدوري بالظبط، لكن هو يستحق. لكن احنا بنقول في الاخر ايه، ان هم ليفربول مش عارفين يقرروا ايه، لكن انا شايف ان الاحسن لمحمد صلاح خلاص، محمد صلاح فاضل له شويه بس ويبقى ايه، مش شويه خلاص، يعملوا له تمثال في ليفربول. فبصراحه ان هو يكمل مع ليفربول، ايه الشويه اللي فاضل له طيب عشان يعملوا له تمثال؟ مش عارف، شويه صغيرين قوي. يعني خد بطوله دوري ابطال اوروبا، خد الدوري، خد بعد كام سنه طبعا، وهداف الدوري كام سنه، اربع سنين دلوقتي، لكن شويه ان هو يفضل ان شاء الله على مستوى هياخد يعني هو ياخد كاس، ما ينفعش ياخد كاس العالم مع ليفربول. خد كاس العالم مع ليفربول صحيح، كاس العالم للانديه، كاس العالم للانديه صح، يعني في 2019 عشان يعملوا له تمثال. لكن انا شايف ان هو على نفس المستوى اللي ماشي عليه والنهج اللي هو ماشي عليه ان شاء الله باذن الله يحقق كل اللي عايزه واللي هو طالبه من ليفربول يتحقق له ان شاء الله. الناس هناك في انجلترا بينظروا لمحمد صلاح مصري وكل حاجه ولكن بينظروا لمحمد صلاح ازاي في ظل ان هو يعني كان اول امبارح بيلعب مباراه امام السنغال 120 دقيقه، يعني في الفتره الاخيره انا بتكلم على اخر حاجه. أيوة. بعديها بيومين كان بيلعب مباراه ليستر او بيلعب نص ساعه، يعني ما هي دي يعني نقول بنقدر نختزل كل ده في نقطه في كلمتين بس، هي دي العقليه الاحترافيه، ان واحد فعلا كان امنيته ان هو يحقق بطوله لبلده، وصل لنهائي بطوله الامم الافريقيه وخسر، لكن احنا لازم بقى العقليه الاحترافيه ان احنا ما نبقاش خلاص انا خسرت افضل بقى زعلان ومؤثر عليا، لكن الراجل رجع لشغله، هو ده الاحتراف، رجع كلوب فضل ان هو يريحه اول مباراه ولعبوا المباراه الثانيه وشايفين التالق ازاي، فهي دي العقليه الاحترافيه. لكن انا شايف ان الناس حتى الناس كانت يعني اغلب تعليقات صحابي يعني من انجلترا كانوا بيقولوا ان هم زعلانين، كانوا نفسهم ان صلاح ياخد البطوله نفسهم، عايزينه يفرح، حتى الناس استقبالهم ليه وغناهم ليه اللي دايما الاغنيه بتاعت مو صلاح اللي بيغنيها لهم في الملعب غنوها له اول ما وصل، لكن هي دي العقليه الاحترافيه، ده موضوع بطوله الامم الافريقيه خلاص صفحه وانتهت، اركز بقى في شغلي.